منصور نائب رئيس الجامعة الوطنية الدينية للمقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة. لقاءنا اليوم مع الشبكة التحليلية ولقاء جاء لأجل ترسيخ وكذلك لأجل يعني تحقيق الأهداف المبرمجة عند الجامعة الوطنية يعني إعداد واحد الأرضية لعقد شراكة إن شاء الله مع الشبكة الإقليمية وكذلك لتزكية الممثل ديال الجامعة على مستوى جهة التجنيد. والحمد لله كان نقاش صحي تبادلنا فيه الرؤى وتصورات ديال كلتا الكيانين. الحمد لله احنا غاديين في آفاق مزيانة لأجل تثمين المنتوج السياحي وتكون واحد شراكة توثيقي نافع لكلتا الكيانين. وهذا نهار صراحة كبير وحنا كنشكروا جميع الحضور كنشكروا كذلك الشبكة الإقليمية لهذه الاستضافة وكذلك هاد الروح ديال النقاش اللي كانت حاضرة اليوم. شرفنا كبير أن نكون حاضرين اليوم وتحياتي وشكرا جميع أهل مدينة تلزيت والناس ديال مدينة تلزيت وكذلك الناس ديال أغلو وتحياتي وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنجر رشيد مقاول سياحي ورئيس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لتنمية المقاولة الصغرى والمتوسطة. لقاؤنا اليوم كان شيقا وكان يوما نقول الاحتفال به للتعرف على عدد ضخم من الجمعيات والتعاونيات ومع الشبكة الإقليمية لتيزنيت والتضامن الاجتماعية. وإن شاء الله سنعقد إن شاء الله عقد شراكة يكون إن شاء الله مفيد ويكون في رفع وتقنين السياحة سواء السياحة الجبلية أو القروية أو السياحة الساحلية. ونتمنى كل الخير لجميع المشاركين في هذا الاجتماع اليوم وكذلك نتمنى خيرا إن شاء الله للشبكة الإقليمية والجامعة الوطنية لتنمية المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة. الإكسبا اليوم كان رافع من المحتوى وكنتمنوا فيه خير إن شاء الله. شكرا. هشام مقاول سياحي رئيس الجامعة الوطنية للمقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة. اليوم كان عندنا واحد لقاء شيق مع الشبكة الإقليمية للاقتصاد التضامني جينا نتمنوا فيها المنتوجات ديال الجهة جينا نعقدوا معهم شراكات تفاجئنا بالزخم ديال المنتوجات المحلية من مدينة تزنيت وحنا نظرا للتوجهات السامية المولوية اللي كترمي إلى السياحة المستدامة والسياحة المجالية في ظل هذا النموذج كله جديد إن شاء الله غادي نرتقاو ان شاء الله في لإمضاء شراكة مع هذه الشبكة هذه ولرفع من قيمة ومعنويات الجهة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العروب رئيس الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي التضامني. اليوم في هذا اللقاء طبيعة الحال اللي تلاقينا فيه مع الإخوان من تلك الجامعة الوطنية لتنمية السياحة المقاولات الصغرى والمتوسطة كان واحد لقاء مثمر حول دراسة آفاق النهوض بالقطاع السياحي على مستوى الجهوي وعلى مستوى الإقليم ديال تزنيت خاصة. بطبيعة الحال تم التركيز على الخصوصيات والمميزات والمؤهلات الطبيعية والثقافية والفنية والتراثية الأصيلة والمتأصلة بتزنيت وكذلك المؤهلات الرياضية والبيئية والمعالم التاريخية لهذا الجرد هذا اللي اعطانا واحد المنتوج غني اللي غادي نحاولوا كشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي التضامني بطبيعة الحال بشراكة مع الجامعة الوطنية لتنمية السياحة والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بها. غادي نحاولوا اننا نركزوا على الشق ديال المنتوجات المجالية نركزوا على الشق ديال المدارات السياحية القروية نركزوا على الشق ديال الخدمات والمنتوجات او التنظيمات العاملة في المنتوج البحري والبيئي والرياضي المنخرطة بالشبكة من اجل التأهيل ديالها وتحديث الآلية ديالها للنهوض بالقطاع السياحي اللي هو منظومة مرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي ومكون أساسي لتسويق المنتوج المجالي والترابي داخل على مستوى الجهة وعلى مستوى الإقليم لتسويقه وطنيا ودوليا. شكرا.